بس انت بتقدري تنقذي حياتك بس بشوية اهتمام ومتابعة. واليوم ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي اللي بدأت من 1 الشهر ومستمرة لآخر الشهر، فيكي تخطي الخطوة الأولى. أكيد سلمى، لنتعرف أكثر على الحملة وطرق الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي بصيرنا نرحب بالدكتورة ميادة رومية، المدير الطبي لمشفى التوليد الجامعي وأستاذة في كلية الطب البشري في جامعة دمشق. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي على شاشة الأخبار. أهلا فيكم وشكرا للاستضافة. صباح الخير دكتورة، صباح التوعية والنشرة، وخصوصا بهذا الشهر شهر أكتوبر المخصص للتوعية ضد سرطان الثدي. خلينا نحكي بالبداية ونعطي لمحة عن كيفية حدوث سرطان الثدي. طبعا سرطان الثدي مثل كل السرطانات له عوامل خطورة، فينا نسميها ممكن تكون موجودة عند السيدة وممكن تنصاب السيدة إذا عندها عوامل خطورة، بس هذا لا يعني إذا ما عندها عوامل خطورة هي غير معرضة للإصابة. سرطان الثدي هو عالميا السرطان الثاني بالإصابة عند السيدات بعد سرطان الرئة، وللأسف الفترة الأخيرة عم لاحظ زيادة نسبة حدوثه بين سيداتنا. عالميا هو بشكل نسبة تقريبا 8% من كل السيدات. عندنا بسوريا بإحصائية أخيرة بسنة 2017 تقريبا وصل ل 12%، وهي نسبة كتير عالية. الشيء المنيح بسرطان الثدي هو ما في شيء بالسرطان منيح، بس إنه نقدر نعمل عنه مسح وكشف مبكر. فكل سيدة لازم، وأنا بدعيها بكونه بسياق الحملة الوطنية للكشف المبكر، إنه تراجع كل المراكز الصحية سواء تابعة لوزارتنا وزارة التعليم العالي وهي مشكورة عم تدعم كتير الحملة، ووزارة الصحة وكل الفعاليات الثانية المجتمعية والأهلية، فتوجه لأي مركز صحي وتعمل هذا الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أكيد دكتورة، وذكرتي نقطة كتير مهمة بالبداية أنه النسبة يمكن عم نشوفها بالفترة الأخيرة متزايدة. صحيح. خلينا نحكي عن هي الأسباب، وهي النسبة عم نشوفها يمكن بأعمار كمان أبكر من ما بنشوفها بالعادة. بالعادة بنشوف بين 45 و50، هلأ عم نشوف بالثلاثينات وعم تكون النسبة أكبر. شو هو السبب؟ صحيح. هلا السن المحدد لبدايه المسح عن سرطان الثدي هو 40 سنه. يعني احنا بننصح كل السيدات بسن ال40 يبلشوا يعملوا ماموغراف. هلا الماموغرافي هو الفحص النوعي للمسح عن سرطان الثدي. هلا بهي بالحالات اللي مثل ما ذكرتي حضرتك، من عوامل الخطوره هو الستريس او الشده النفسيه، وبنعرف الظروف اللي مرت فيها سوريا بالحرب، وراجعتنا كثير سيدات باعمار ابكر بكثير من السن اللي نحن بنفترضها لسن المسح. يعني احنا صرنا نشوف سيدات باعمار صارت بين ال 25 وال 30 مصابات بالسرطان. ونسالهم لما ناخذ قصه سريريه للسيده نشوف انه هي زوجة شهيد او ام شهيد او اخت شهيد، اضافه لظروف العامه بالبلد اللي صارت. فهي الستريس كثير له دور بالاصابه. في عنا عوامل خطورة تانية بالإصابة بسرطان الثدي، طبعا منها وجود قصة عائلية، يعني الأم أو الأخت أو الخالات العمات إذا عندهم إصابة بالسرطان بسرطان الثدي، إذا في قصة إصابة أيضا بسرطانات غير سرطان الثدي، في سرطانات تانية حدوثها مرتبط أيضا بالإصابة بسرطان الثدي، منها سرطان مبيض، يعني إذا في عنا بالعيلة قصة سرطان مبيض أو سرطان باطن الرحم أو سرطانات الكولون أيضا هي متعلقة بالإصابة بسرطان الثدي. إذا في عنا تعاطي لهرمونات خارجية، يعني مثلا سيدة بعد سن الضهي عم تاخد خاصة الاستروجين، لأنه هو سرطان الثدي هو سرطان معتمد على الاستروجين، فهي لازم إذا بتاخد معالجة بنسميها معالجة معيضة بعد سن الضهي لازم تكون تحت مراقبة وإشراف طبيب، ما تاخدها لحالها بشكل اعتباطي لأنه لازم تكون مراقبة. تحديد النسبة لأنه لازم تنعطى بروجسترون هو معاكس للاستروجين، ما يكون هو لحاله بس استروجين. البدانة من عوامل الخطورة للإصابة بالسرطان، مثل ما حكينا الستريس اللي عم نشوفه هي سهل بانخفاض النسبة. في عنا عوامل وقاية مهمة كتير هي ممارسة التمارين الرياضية، وعنا بمجتمعنا للأسف ما كتير في ثقافة إنه نعمل رياضة دائما. في دراسات حديثة كتير أثبتت إنه ممارسة التمارين الرياضية تقي من الإصابة بسرطان الثدي وتقي أيضا من نكس السرطان. يعني عند سيدة هي مصابة أصلاً بالسرطان
فممارسة التمارين الرياضية تقي من أنه هذا السرطان يرجع يتفعل وينكس مرة تانية. كمان دكتورة ميادة، يعني مثل ما حكيتي يمكن في كتير عوامل خطورة وبيبقى السرطان حتى الآن مجهول أوقات سببه. تمام. حتى أوقات ممكن ما يكون في أي سبب. بالضبط. أنا هي بدي أذكرها النقطة أنه بجوز السيدة ما يكون عندها ولا عامل من عوامل الخطورة. من عوامل الوقاية أيضا أنك كنت أذكر أنه الولادة والحمل والإرضاع يقي من الإصابة بسرطان الثدي، بس احيانا بيراجعنا سيدات هن ما عندهم ولا عامل من العوامل اللي ذكرتها، وهي مرضع وهي انجبت وهي ما عندها بدانه وهي ما عندها قصه عائليه، بس مع هيك تصاب بالسرطان. اذا دورنا بالاسباب ممكن نلاقي الطفرات الوراثيه. في عندنا مورثتين هن البراكا 1 او بريست كانسر 1 وبريست كانسر 2، هن مرتبطين بالاصابه بسرطان الثدي. فلما ما بنلاقي ولا عامل خطوره بنروح بندور على العوامل الوراثيه او الطفرات الجينيه اللي ممكن تنصاب فيها السيده، وهدول بيكونوا لسه فرصة إصابتهم أكثر لما بيكونوا إيجابيات البراكة 1 وبراكة 2. وهذا اللي بيسألك عنه دكتور، العامل الوراثي قديش فعلا بيلعب دور؟ يعني أحيانا بيقولوا لك بالعيلة في بس يمكن جدادنا، بيقول لك لا العامل الوراثي بيلعب دور، مو بالضرورة مثلا تكون أمه أو خالته أو حدا، بيكون في يمكن فترة زمنية كتير طويلة مع ذلك بيلعب دور هذا العامل الوراثي. ليه؟ بالضبط. هي مثل ما ذكرت ممكن ما يكون حدا بالعائلة مصاب قبل، ما بنعرف قصة، نسأل الأقارب مصابين عندك حدا بالعائلة مصاب، بتقول لا ما عندي حدا. فإذا عملنا هذا الفحص المورثي عند السيدة بنلاقي أنه عندها هي الطفرة الجينية بهدول المورثتين البراكة 1 وبراكة 2. وإذا هي السيدة خلال فترة حياتها هي عندها نسبة 10% لفرصة إصابة بسرطان الثدي، إذا عندها هدول المورثتين موجودات فبتزيد نسبة الإصابة من 10% ل 80% خلال فترة حياتها. فهدول المورثات هن صراحة العامل اللي فينا نقوله ممكن بالمورثي وليس وراثي من الأهل. وهذا طبعا بيقول إنه هي البراكة 1 براكة 2 ممكن تنتقل من الأب ومن الأم وليس فقط من الأم. لأنه هو عند الرجال أيضا مرتبط بسرطان البروستات، وعند السيدات مرتبط بسرطان الثدي، فهو ممكن ينتقل من الأب إذا في قصة إصابة بسرطان بروستات وينتقل لعند البنات. طيب دكتورة كمان، يعني ونحن عم نحكي خلال هذا الشهر اللي هو شهر التوعية من سرطان الثدي عالميا، وأيضا بسوريا نشاطات كتير، فعاليات وخلينا نقول فعاليات وحملات طبية بمشفى التوليد الجامعي، شو عم تعملوا حاليا؟ هل في مراكز للكشف المبكر؟ شو عم بيتم إجراءات؟ احنا بمشفى التوليد الجامعي في عنا عيادة نسائية وفي عنا عيادة أورام. طبعا بغض نظر عن شهر التوعية اللي هو شهر 10 سنويا اللي بيتركز عليه على سرطان الثدي تماما، بس خلال كل السنة العام مستمر. تمام. نحن بنعمل فحص للسيدات المراجعات بهدول العيادتين، وفي عنا بشعبة الأشعة في عنا جهاز ماموغرافي وعنا جهاز إيكو، وعنا كادر طبي سواء من أطباء النسائية أو الأورام أو أطباء الأشعة فبيتابعوا هدول المريضات. هلأ بشهر التوعية في عنا مراجعات بعدد أكبر كونه صاروا السيدات بيعرفوا أنه في هيك حملة. تقريبا باليوم نحن بنستقبل بين 15 ل20 سيدة، بنعمل لهم ماموغرافي وإيكو ضمن شهر الحملة. ضمن شهر الحملة يوميا في عنا هدول المراجعات. طبعا مشفى التوليد عم يستقبل هدول السيدات بدون أي إجراءات، لا استمارات ولا قبول ولا، طبعا مجانا تقدم، مشكورة طبعا وزارة التعليم العالي وكل الجهات المعنية لهالفرصة اللي أتاحتها للسيدات. وأنا بدعي من هون من عندكم كل السيدات يراجعوا مشفانا أو أقرب مركز قريب لهم ليعملوا هذا الفحص. نحن بمشفى التوليد الجامعي في إطار إحداث عيادة لأمراض الثدي حاليا، وحتجهز بكل التجهيزات اللازمة. هي حتكون نواة لأحداث مركز ضمن مشفى التوليد الجامعي لأمراض الثدي، سواء من مرحلة التشخيص المبكر إلى مرحلة المعالجة إلى مرحلة الدعم النفسي. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن أهمية التشخيص المبكر لسرطان الثدي، قديش مهم يمكن بالعلاج لما يكون الفحص المبكر بمرحلة مبكرة من المرض، قديش فعلا بينعكس إيجابيا على مرحلة العلاج، وقديش فعلا فيها السيدة تستمر بحياتها وتعالجه بشكل طبيعي. تمام. هو سرطان الثدي مثل ما حكينا أول شيء أنه هو منيح من السرطانات اللي بنقدر نمسحها عنا بشكل مبكر وبنقدر نكتشفها بشكل مبكر، وكل ما كان الكشف مبكر كل ما كان الإنذار أفضل وكل ما كانت النتائج على السيدة أفضل وعلى المجتمع. الكشف المبكر، يعني أنا إذا بكشف سرطان الثدي بعمر كتير بمرحلة عفوا كتير مبكرة، يعني بالمراحل الأولى، هذا بيعطي نسبة شفاء
فوق ال 95%. وسرطان الثدي هو من السرطانات اللي تعتبر قابلة للشفاء، يعني ممكن السيدة ترجع تعيش حياتها ولا كأنه أساسا أصابها السرطان. طبعا وكل ما تقدمت المرحلة بصير الإنذار أسوأ، فلذلك احنا عم نحكي على مرحلة مسح وكشف مبكر، فكل ما كنا باكرا موجودين كل ما كان الشفاء أفضل. حتى لو كنا بمرحلة شوي متقدمة، الإرادة والعزيمة عند السيدات وأن تتعامل مع المرض كأي مرض عادي تاني مثل السكري مثل الضغط، لأنه هو بيتعايش معه المريض كمرض مزمن كل عمره، فتتعامل مع هذا المرض بهي النفسية وهي حتكون أكيد أقوى من السرطان. يعني مثل ما قلتي دكتورة، يمكن هي عوامل كثيرة وبنفس الوقت حلولها ممكن تكون بخطوات بسيطة ما حدا بيتوقعها. يعني نحن خلال هذا الشهر دائما عم بنركز انه خطوة واحدة بتقدري تكوني أقوى، خطوات كتير بسيطة ممكن تحافظي على نفسك وتحافظي على حياتك. بالضبط. خلينا نحكي عن هي الخطوة الأولى اللي هي الكشف المبكر. يمكن في كتير سيدات حتى تقرأ عن النت أو بتشوف بوسائل الإعلام عن كيف ممكن السيدة تكشف عن نفسها بالبيت، ولكن بتخاف تجرب هذا الموضوع أو بتحس يا ترى أنا لح أعرف أو ما لح أعرف. خلينا نقول اليوم إذا أنت مانك قدرانة أو ما بتعرفي الطريقة الصحيحة، كيف تقدري تتوجهي لمركز ببساطة تكشفي عن نفسك بهذا الشيء؟ تمام، مثل ما تفضلتي حضرتك، كل سيدة لازم تعرف هي تفحص حالها بالبداية. في شيء عنا بالمراحل المبكرة اسمه الفحص الذاتي للثدي، يعني لازم كل سيدة تفحص حالها هي بالبيت. طبعا النصيحة هي بعد كل دورة شهرية لازم تفحص الثديين عن طريق جس الثدي بوضعية الوقوف ووضعية الاضطجاع، وبعدين إذا حست بأي كتلة أو إذا شافت أي مفرزات غير طبيعية من حلمة الثدي أو شكل حلمة غير طبيعي، بيكون لأنه في عنا غؤور بالحلمة عند دول السيدات المصابات، أو شكل الجلد غير طبيعي اللي مسميه علامة قشر البرتقال ممكن تكون موجودة على الثدي، أي مظهر غير طبيعي بالثدي، أي كتلة أي إفراز، لازم تراجع الطبيب. الطبيب طبعا هو المرحلة الثانية بعد الفحص الذاتي، مثل ما حكينا الطبيب هو أقدر على الفحص سواء من ناحية الجس أو اكتشاف الكتل أو فحص العقد البلغمية العقد الأبطية. إذا الطبيب شك بشيء في عنده إجراء ممكن يساوي ضمن العيادة، هو إجراء اسمه الخزعة الموجهة البسيطة بالإيكو، ناخد الرشافة ضمن هذا إجراء كتير بسيط وما بحاجة لأي تخدير عام، ممكن بتخدير موضعي، فبيأخذ هاي الرشافة بنعمل لها فحص. إذا شاف أنه هذا التشريح المرضي تبع هذا الفحص كان سلبي أو مشكوك بأمره، بوجهها لحتى تعمل استقصاءات تانية، بوجهها لتعمل ماموغرافي، بوجهها لتعمل خزعة ثدي مفتوحة، والتشريح المرضي هو المشخص الأخير للكشف. وهذا اللي بيسألك عنه دكتورة ميادة، إيمت فينا نقول السيدة لازم تتوجه للمركز وتقوم بعملية المسح عبر الجهاز لفحص الثدي للتأكد أنه عدم وجود سرطان أو وجود سرطان الثدي؟ والأعمار، يعني سابقا حكينا مع الدكتور عم يقول يجب بال 35 وال 40، قلنا هلأ في أعمار يمكن عم نشوفها أبكر صبايا وشباب، فخلينا نحكي عن هي النقطه بالذات باي عمر. مثل ما قلت هو عالم فينا. تماما، هو عالميا موصى به عمر ال 40 سنه عمر المسح عن سرطان الثدي، كونه عم نشوف هدول الاعمار باكره صارت، فانا بنصح كل سيده او حتى فتاه بعمر 30 سنه تروح تعمل ماموغرافي او على الاقل تعمل ايكو ثدي مره بالسنه. هلا اذا في عنا عوامل خطوره، هي طبعا للسيدات، احنا عم نحكي سيدات لا عرضيات، يعني اي سيده عم نحكي المسح بنعمل لسيده لا عرضيه، يعني سيده ما عندها ولا شكايه بتروح تعمل المسح. والسيدات مثل ما حكينا اللي عندها اي عامل من عوامل الخطوره اللي انذكرت لازم تعمل المسح بتواتر اكثر بشكل يعني تماما، ممكن كل 6 شهور تعمل هذا الفحص. يعني انا اذا بوصي سيده ما عندها ولا عامل خطوره تعمل كل سنه، فهدول اللي عندهم عوامل خطوره لازم يعملوا كل 6 شهور فحص. يعني كمان مثل ما قلتي دكتورة نصائح عديدة نحن نكون خلال هذا الشهر عم نحاول نوجهها عبر برنامج صباحنا غير، عبر حضرتك ومجموعة من الدكاترة المختصين بهذا الموضوع. النصيحة الأبرز اللي بتحبي توجهيها اليوم لكل سيدة أو فتاة عم بتابعنا اليوم وممكن يكون هذا اللقاء أو هاي النصيحة اللي راح تقوليها هي الإشارة الأولى أو الخطوة الأولى لها لحتى تاخد إجراء يحمي حياتها؟ أنا بحب أقول لكل السيدات أنه ما يتأخروا عن أنه يروحوا يعملوا فحص للثدي.
سواء بشهر الحملة للتوعية أو بغير خلال كل أيام السنة، وما تتعامل بتجاهل أو بإهمال لأي عرض بتحس فيه أو لأي كتلة بتشوفها أو لأي سر غير طبيعي من الثدي، فبالعكس تتعامل معه بجدية، وكل ما كشفت مبكرا هي تعتبر شافية من المرض. وطبعا أنا بدي أحكي عن دعم العائلة، كل ما كان دعم العائلة دعم أكبر يعطيها دعم نفسي كتير كبير، وتعاملها هي مع المرض مثل ما قلت هي لازم تتعامل معه بجوز مثل ما حقول مثل قريب أو رشح، يعني مثل سكري مثلا، بس هو مثل باقي الأمراض الثانية، كل ما كشفناه مبكرا نقدر نتجاوز كشف ونتخطى. المبكر هو أهم كشف المبكر هو أهم ميادة. أكيد نتشكرك على وجودك معنا لليوم، نتمنى بالختام سلمى يمكن السلامة لجميع النساء والصحة. أكيد بدنا نشكر وجودك وعلى كل النصائح اللي قدمتيها. شكرا لك، بتشكركم كثير على الاستضافه، ممنونه، شكرا شكرا لك.